وفي إطار هذه التغطية لهذه الزيارة الهامة لسمو الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين. للمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. دكتور حامد، تحياتي لحضرتك أولا. يعني هذه الزيارة المهمة لسمو الأمير محمد بن سلمان، فهي أول زيارة رسمية له منذ توليه ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، كيف تراها؟ طبعا هي زيارة تاريخية بين القطبين الأهم في المنطقة العربية، وبالتأكيد في إطار صياغة تحالف إقليمي ذات أبعاد سياسية اقتصادية أمنية لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى والعمل على تعزيز التكامل الذي يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وأيضا مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، باعتبار أن مصر والسعودية هم جناحي المنطقة العربية والشرق الأوسط. يعني هذه الزيارة لها عدة دلالات. يعني أولا بتأتي قبيل انعقاد القمة المصرية الخليجية الأمريكية الشهر المقبل في إطار العمل على توحيد موقف العرب وإيجاد يعني موقف قوي تجاه القضايا العربية والدولية. أيضا يعني في إطار الجهود المبذولة، يعني في إطار إنهاء الحرب في الشقيقة اليمن، وأيضا التداعيات الكارثية السلبية بالحرب الروسية الأوكرانية سواء على مستوى الأمن الغذائي وأيضا أزمة الطاقة. نعم. طب دكتور حامد، تحدثت عن يعني أبعاد سياسية مهمة في هذه الزيارة، ربما أيضا يكون لها أبعاد اقتصادية أيضا مهمة في هذا الإطار. ما هو يعني ما يضاف إلى العلاقات الاقتصادية القوية القائمة بالفعل بين البلدين من خلال هذه الزيارة؟ بالفعل هذه الزيارة لها بعد اقتصادي، خاصة وأن الأزمات التي يمر بها العالم تحتاج إلى التكاتف العربي، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تستطيع أن تتغلب على هذه التحديات بمفردها، وبالتالي لابد أن يكون هناك تنسيقا عربيا قويا لمواجهة هذه التغيرات التي يشهدها العالم، التي تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة، وليس فقط ذلك ولكن بابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما يعزز التكامل والاستثمارات النوعية لكل دولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن فخامة الرئيس السيسي أخذ على عاتقه تعزيز العمل العربي المشترك. شاهدنا بالأمس القمة المصرية الأردنية البحرينية، قبلها القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية، وقبلها القمة أو الشراكة التكاملية الصناعية المصرية الأردنية الإماراتية، مما يعزز الأمن القومي العربي ويدفع في اتجاه توحيد الرؤى والمواقف، خاصة وأن السعودية لها مكانة خاصة في قلب القائد والزعيم الرئيس السيسي، الذي دائما وأبدا يضع السعودية على رأس الأمن القومي المصري. وشاهدنا آلية التعاون السياسي التي تم تدشينها بين مصر ودول الخليج في مجلس أعمال التعاون الخليجي السابق، وبالتالي دائما مصر تتباقى بخطوة وتسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط. دكتور حامد، تتحدث عن تحركات إقليمية في غاية الأهمية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة الهامة، والعالم كله تحدث فيه تغيرات يعني كبيرة اقتصاديا وسياسيا، وأزمة عالمية في العالم كله، أزمة غذاء وأزمة طاقة. في هذا الإطار كيف ترى أهمية هذه التحركات الإقليمية للرئاسة المصرية؟ بالفعل يعني الرئيس السيسي منذ أن حدثت جائحة كورونا ثم بعد ذلك
أتت الأزمة الأوكرانية بأبعادها السيئة على الألم على العالم أجمع، لدرجة أن الدول الكبرى ذات الاقتصاديات الكبرى لم تتحمل التداعيات الكارثية لهذه الأزمة، وبالتالي القيادة السياسية المصرية وعت وأدركت أنه لابد أن يكون هناك تحالفا استراتيجيا عربيا قائما على المصالح الاستراتيجية المشتركة. شاهدنا القمة الثلاثية ومشروع الشام الجديد، الشراكة التكاملية، كل ذلك يؤكد على أن هناك وعي وإدراك ورؤية مستقبلية استباقية للأحداث، تؤكد على أن هناك موقفا عربيا سيتم استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية كفرصة ذهبية للمنطقة العربية لتحقيق الرخاء والاستقرار وتحقيق التقدم المنشود نحو أفاق أرحب، في ظل أن الشقيقة السعودية هناك تعاون بالفعل وهو مدينة نيوم، التعاون المصري الذي تم توقيعها في العام 2017 والتي تقع في شمال غرب المملكة السعودية وتشارك فيها الدولة المصرية والدولة الأردنية، وهذا هو ما نشاهده يتحقق على أرض الواقع من إحداث طفرات اقتصادية تحقق الرخاء والنماء لشعوب المنطقة العربية. نعم. بأكملها أشكرك جزيل الشكر الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية.